أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحلقة من برنامج هنا بيروت، اليوم الأربعاء السابع من كانون الأول 2022. يسعدني أن أرحب معي في هذه الحلقة الاستثنائية عن مونديال قطر 2022 بالاستوديو بضيفي الزميل الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي مازن نعيم. أهلا وسهلا فيك مازن معنا في هذه الحلقة. طبعا سينضم إلينا أو ستنضم إلينا خلال هذه الحلقة كل من الزميلتين الصحفيتين هبة مبارك من قطر وليال التيماني من بيروت لنتحدث أكثر عن أجواء مونديال 2022 وتحديدا عن الفوز التاريخي يوم أمس لأسود الأطلس في المباراة التي كانت يعني مفاجأة المونديال، لا سيما أنه المغرب هو أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم ورابع منتخب أفريقي يصل إلى هذا الدور. ولكن بدك تسمح لبداية بدي أعزيك بخروج المنتخب الألماني من الدور الأول، يعني مثل ما صار بال 2018 تكرر. شو كيف كانت الأجواء؟ أنت كنت موجود بالملعب. شوفي من لما سافرت على قطر خصوصي كرمال مباراة كوستاريكا وألمانيا، ومن لما رجعت كله بيقول لي رحت نحست المنتخب الالماني، رغم انه المباراه فاز فيها المنتخب الالماني، يعني فاز على كوستاريكا. كانت بالمباراه الثانيه اسبانيا واليابان يلي بعد لهلا في شكوك، هو فرق النقاط لعب الدور، انه كانت المنتخب الاسباني يمكن كان عم يتجنب يلعب مع كرواتيا، المغرب اسهل له. شفنا امبارح انه لا، المغرب ما كان اسهل له، لكن يعني الكل كان متوقع من هذه المجموعه حليمه انه تتاهل اسبانيا وألمانيا. للأسف ألمانيا لم تتأهل، إسبانيا من دور 16 غادرت من هذا المونديال. النتائج غريبة في هذه المجموعة. على العموم 2026 هل هو الحظ اللي لعب الدور ولا بدنا ننطر؟ بس هلأ خلينا بالحالة بال 2022، هل الحظ اللي لعب دور ولا لا؟ المنتخب الألماني كما قيل أنه الضغوط اللي مورست عليه وموقفه بموضوع يعني أولا كم الأفواه اللي دخل في أول مرة الملعب في قطر والضغوط السياسية وحتى يعني غضب جمهور عربي وأجنبي مما قام به المنتخب الألماني أثر عليه، كان أفكر خارج الملعب مثل ما قيل. لكن بدي لك شغلة، صحيح ممكن يكون في دور أوقات لاتحاد معين خاصة الاتحاد الألماني بتسويق أجندات أو شيء، بغض النظر عن هذا الموضوع، مدرب المنتخب الألماني كان هو يتحمل المسؤولية بطريقة تعاطيه مع المباريات. أنا آخر النهار بحكم على المنتخب بأرض الملعب بطريقة لعبه، لما بده يلعب المباراة الأولى قدام المنتخب الياباني ويخسر 2-1 ما في فوت مع المنتخب الإسباني عم بيلعب على التعادل، لأنه لعب على التعادل بمباراة إسبانيا، دفع الثمن بالمباراة الأخيرة، صحيح ربح على كوستاريكا بس النتيجة ما خدمته لأنه كان مصيره مش بإيده. يتحمل موضوع الأجهزة الفنية بغض النظر عن اللاعبين، اللاعبين ممكن يعني يكون انطلب منهم ينعمل حركة معينة قبل انطلاق المباراة، يسوقوا لموضوع معين، بس آخر شيء في أرض الملعب اللي بتحكم فيه فوتبول، نحن عم نلعب فوتبول، بالنهاية تتحمل من هو المسؤول على الإدارة الفنية داخل منتخب ألمانيا، يتحمل نتيجة هذه الكوارث التي تحدث في 2018 ومن 2016 لهلا. يبدو أن جمهور المنتخب الألماني كان منتظر الخبر اللي خرج بالأمس من الاتحاد الألماني لكرة القدم وهو بإقالة المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف. هل هو من يتحمل هذه مسؤولية خسارة المنتخب، أو ليست خسارة المنتخب الألماني إنما خروجه من الدور الأول في مونديال 2022؟ حبلك من 2006 أوليفر بيرهوف واللي هو على الهامش أحد أساطير منتخب ألمانيا بكرة القدم وآخر من أحرز بطولة أوروبية لألمانيا بـ 1996 لما أحرزوا كأس أوروبا كان بهدف أوليفر بيرهوف الشهير الهدف الذهبي، ولكن على صعيد الإدارة شخص من 2006 مدير منتخب ومدير منتخبات وطنية، عم نحكي نحن كم سنة 2016 حصير 2026 وبعده مدير منتخب، يعني صارت الأمور أنه هو المتحكم الأساسي بطريقة ربما إدارة المنتخب أولاً، وثاني شيء فرض اللاعبين، يعني مين يلعب مين ما يلعب، مين بيتم استدعائه للمنتخب مين ما بيتم استدعائه، يكون لديه السلطة على إدارة المنتخب ممكن أن تؤثر. اليوم التغيير أصبح مطلوب مش بس بالجهاز الفني، أصلا التأخير
بالجهاز الفني للمنتخب الالماني وبتغيير الجهاز الفني. تاخر يواكيم لوف يلي احرز بطوله العالم مع المانيا عام 2014، قدم مستوى سيء ببطوله اليورو 2016، تم تجديد الثقافه لكاس العالم 2018، شفنا نتيجه كاس العالم 2018، تم تجديد الثقافه ليورو 2020، شفنا كمان الخروج من دور 16 على ايد المنتخب الانجليزي، لحد ما اخر شيء تم اخذ القرار باقالته وتعيين هانز فليك اللي هو المدرب الحالي، ولكن ابقوا على الطقم هو ذاته، ما فيك تغير قطعه من هيدي اللي خلينا نقول المنظومه، بدك تغير المنظومه كلها، بدايه يعني تغيير اوليفر بيرهوف اعتقد ستتبعه الكثير تغييرات بالمنتخب باعضاء المنتخب لا يعيدوا البريق وهذا الوهج للمنتخب الالماني اللي فقده نتيجه البطولات السابقه اللي ظهر منها. ضمن الفريق فريق منتخب المانيا اين كانت نقاط الضعف؟ شوفي في عنده مشكله المنتخب الالماني دائما كان عم بيعاني بخط الهجوم خاصة ب يعني مركز المهاجم الصريح، يفتقد لهذا يفتقد لمن يسجل الأهداف. إذا بتحضري مباريات ألمانيا خاصة مباراة اليابان، مباراة إسبانيا ومباراة كوستاريكا، بتشوفي في كم من الفرص عم بيصنعوا المنتخب الألماني ولكن عم بيفشلوا بأنه يحولوها لأهداف، نتيجة أنه اللاعبين القناصين كان يعتمد على اللاعب القناص اللي هو اللاعب رقم 9 الصريح لاعب البوكس اللي كان آخر واحد لعبه هو ميروسلاف كلوزي بمنتخب ألمانيا وهو هدف تاريخي لكأس العالم ب 16 هدف، وبالتالي من لما راح كلوزي صعب انه يقدروا يبدلوا، صاروا يلعبوا بتشكيلات مختلفه، شيء اسم المهاجم الوهمي، ما بتعرف اذا سمعتي بهيدي الفكره حليمه، المهاجم الوهمي يعني على الورق في مهاجم ولكن بيتبدل المهاجم على طريقه اللعب مين بيكون محله، هيدا الاسلوب لهلا يبدو منه نافع، لابد من العوده الى الاسلوب السابق يلي بيشبه منتخب المانيا بوجود مهاجم صريح، وفي لاعب اسمه فولكروغ يلي نزل بالشوط الثاني بمباراه اسبانيا ومباراه كوستاريكا يلعب في مركز المهاجم الصريح، كان يجب الاعتماد عليه منذ البدايه، يمكن كانت النتيجة غير هيك. طيب شو بتتوقع للبرازيل يلي هي العدو اللدود؟ يعني دائما نحن بنعرف انه المنتخب البرازيلي ينافس دائما المانيا لانه بتعرف من ذاكرة البرازيليين وذاكرة الالمان لا يغيب 7-1. ايه مزبوط. ايه انا برايي مسألة 7-1 صارت مستهلكة كثير ان كان من قبل البرازيلية ولا ان كان من قبل بس الالمان دائما عم بذكرونا يعني فيها وخصوصا هلا السوشيال ميديا صارت من الماضي يعني بعد كاس عالم اول وكاس عالم ثاني خروج من الدور الاول بعتقد صار يعني ما بقى في عندهم يعني اذا بدي اقولوا 7-1 حينرد عليهم وشو عملتوا بكاس عالم روسيا؟ شو عملتوا بكاس عالم قطر؟ بس في ناس ما بدها تقتنع بهيدا الشيء. على كل حال قدرت تتأهل البرازيل إلى الربع النهائي ورح يكون عندها مباراة، يعني رح نشوف مباراة مع كرواتيا يوم الجمعة، رح تكون هذه المباراة. هل أصبحت البرازيل المرشح الأول للفوز بكأس العالم بعد تأهلها إلى الربع النهائي؟ ونحن شفنا الطريقة اللي لعبت فيها البرازيل بالمباراة الأخيرة كانت ممتعة. صحيح. يعني غير المباريات الثلاثة أطربت يعني البرازيل جمهورها بمباراة قدام كوريا الجنوبية، أطربتهم بطريقة لعبة خاصة بالشوط الأول وطريقة تسجيل الأهداف. لكن حليمة قبل ما تنطلق البطولة كانوا كل يسألوني مين ترشح، قلت لهم البرازيل هي المرشحة. أول شيء بغض النظر عن الأداء في أي مونديال البرازيل هي مرشحة حكما، هي التي لم تغب أبدا عن كأس العالم من أول ما بلش لهلأ، ما غابت عن ولا نسخة، مرشحة دائما. ولكن هلأ بتزيد عليها خط الهجوم الموجود عندها، خط الوسط الموجود عندها، هيدا النضج عند اللاعبين، هيدا النضج عند المدرب تشيتشي اللي هو كمان كان معهم بكاس العالم الماضي وتعلم من اخطائه يلي ارتكبها بالمونديال الماضي وخرج على ايد بلجيكا بمباراه صعبه جدا كان نجمه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الحالي. ولكن البرازيل مرشحه فوق العاده اصبحت لوضع نجمه سادسه على قميصها ولقب سادس وهو ايضا رقم قياسي يعزز رقم القياسي اللي هو 5 القاب بكاس العالم. ولكن النتيجة 4-1 يلي فازوا فيها قدام كوريا منا مطمئنة جدا، صحيح أطربت الجماهير ولكن خليني أقول لك قدام كوريا الجنوبية لأنه كوريا منتخب ليس بمستوى البرازيل متواضع فنيا قدام البرازيل، هو بآسيا عملاق كوريا الجنوبية، قدام البرازيل بين شوي متواضع فنيا لأنه ما قدر يجاري هذا النسق العالية للاعب المنتخب البرازيلي فيه خاصة بالشوط الأول والصدمة بتلاقي الأهداف بطريقة سريعة وراء بعض. إنما لما تلعب ضد كرواتيا في حالة تأهل، وأنا أتوقع طبعا ستتأهل البرازيل عن في مباراة كرواتيا، سيواجه الأرجنتين في نصف النهائي إذا يعني الأرجنتين قدرت تتخلص من هولندا أو سيواجه هولندا.
هناك امتحانات صعبة لما تلعب مع فريق ممكن يسكر عليك المناطق، ممكن ما يخليك تتنقل الكرات بسهولة وسلاسة مثل ما كان المنتخب الكوري الجنوبي عم بيعمل، وبالتالي ما فيهم ينغروا كتير بنتيجة المباراة السابقة المنتخب البرازيلي ليكفوا لقدام، لأنه اللي ناطرهم قدام امتحانات صعبة. مين الأصعب لم يأتي بعد للبرازيل. مين ممكن يوم يقدر يخلي البرازيل تغيب عن النصف نهائي؟ هلأ عندها نصف نهائي الكرواتيا بس، هي المنتخب الوحيد، وأعتقد أنه البرازيل ستصل إلى نصف النهائي. عندها امتحان بنصف النهائي يا قدام الأرجنتين يا قدام هولندا. أعتقد أنه هولندا أو الأرجنتين تتوقع أن تصل إلى قدام كرواتيا، ولكن كرواتيا يعني ربما هي ليست بمستوى، ما بعرف أنا يعني أنت أدرى مني بالمستويات، ولكن هذا مونديال المفاجآت. نحن شفنا كمان كرواتيا واليابان باللي بالماتش بركلات يعني بالبينالتي قدروا يكسبوا على اليابان، وقيل وقتها انه اليابان تدربت على كل شيء، زميل حسين وهبي زميل الرياضي، إلا على موضوع على البينالتي. اليوم ممكن نشوف يعني نوصل لنفس المشهد مع كرواتيا والبرازيل بربع نهائي؟ شخصيا يعني على سبيل التحليل لا اتوقع ان نوصل لركلات ترجيح او حتى لاشواط اضافيه. عامل الحسم عند اللاعبين البرازيليين عالي هيدا المونديال، وهيدا الشيء بيلعب دور اساسي. لما عم تسجل البرازيل عم تاخد دفع معنوية عالية، اذا عم تسجل اكتر من هدف عم بينهار المنتخب اللي قدامه. ما تنسي منتخب كرواتيا لعبان 120 دقيقة او اكتر، بينما البرازيل لعبانة 90 دقيقة، فبالتالي يمكن مرتاحين اكتر منتخب البرازيلي، وهيدا نقطة اضافية بتنضاف لألون. اعتقد كرواتيا، لكن كرواتيا بال 98 عطلت المانيا، كانت المانيا بوقتها بطلة العالم عم تدافع عن لقبها، او لا عفوا كانت البرازيل بطلة العالم، ولكن اخرجت المنتخب الالماني من كأس العالم بال 98، الكل بيتذكر خصوصي متابعين منتخب المانيا. هيدا ربع نهائي مختلف، ما بعتقد حد حتقدر تعمل هيدا الشيء، رغم انه هيدا هو ذاته المنتخب كان بالمونديال الماضي فيناليست، يعني كان بالمباراة النهائية قدام فرنسا، لم يستطع ان يصمد قدام فرنسا بالمباراة النهائية. اليوم معدل اعمار اقل اللاعبين، عنده بعض اللاعبين مثل لوكا مودريتش اللي العين عليهم انه هن يكونوا عم يصنعوا الفارق مع المنتخب الكرواتي، ولكن اعتقد بانه القدره الفنيه والبدنيه للمنتخب والمعنويه لمنتخب البرازيل اعلى من منتخب كرواتيا، ومثل برجع بقول لك الاصعب لم ياتي بعد للبرازيل. طيب اذا تاهلت البرازيل الى نصف نهائي بعد الربع نهائي، رح تواجه يا هولندا يا الارجنتين. من تتوقع ان يفوز بالربع نهائي بالمباراه بين الارجنتين وهولندا؟ توقع صعب لهذه المباراه، لانه في اذا بدي احكي على الارقام وعلى الشكل، في شوي سنت يعني تفوق لهولندا فنيا، ولكن اذا كان ميسي بيومه انسى كل شيء حكيناه قبل، انسى كل التحليل. اذا كان ميسي بيومه بيقدر هو يجيب المباراه وياخذ معه الارجنتين على نصف النهائي ليلعب ضد البرازيل بنهائي كوبا امريكا، يعني حيكون نهائي امريكا جنوبي. فاعتقد بانه مواجهه متكافئه، ما في افضليه لحدا على حساب حدا، تلعب جزئيات بسيطه في هذه المباراه سيكون لديها دور. يعني كيف حكينا على برازيل كرواتيا انه لا الامور واضحه، يمكن يكون في مفاجآت بس الامور واضحه، لعب الارجنتين هولندا الامور مش واضحه ابدا، ممكن نشوف مباراة عم تمتد ل 120 دقيقة، ممكن نشوف ركلات ترجيح، التقوا أكثر من مرة بكأس العالم ووصلوا لركلات الترجيح كمان، الفريقين خايفانين يطلعوا برا، يعني هولندا عندها حلم أنه ترجع تأخذ كأس العالم، وفي حلم عند ميسي أيضا بأن يفوز بكأس العالم، أنه يفوز بكأس العالم. هولندا المنتخب الأكثر يعني تعاسة وحظه سيء جدا بكأس العالم، وصل للنهائي 3 مرات وما فاز بالبطولة، فدائما عندهم هيدي بخلفيتهم ونحن عندنا نحس بكأس العالم. الأرجنتين كمان بدأ تأخذ كأس العالم لميسي، بحاجة ميسي اليوم أن يفوز بكأس العالم؟ لا أكيد لا، بحاجة ليفوز بكأس العالم ليثبت أنه الأفضل في التاريخ، ولا بحاجة لشو بالضبط. إذا لا يثبت أنه الأفضل أعتقد أنه أكيد ليس بحاجة لكأس العالم، فهو قد أثبت ذلك بجوائزه الفردية والجماعية وأرقامه اللي سجلها، وبالتالي الأرجنتين بحاجة لكأس العالم. أكيد الأرجنتين بحاجة لكأس العالم، خصوصي أنه وصلت أكثر من مرة على الفينال، يعني بس لو المرات اللي وصلوا فيها على الفينال بالتسعين وبالألفين وأربعتاعش كانوا هلأ معهم 4 كأس عالم مثل إيطاليا ومثل ألمانيا. أكيد الأرجنتين تمني النفس بكأس عالم. هذا الجيل الموجود حاليا، شيلي ميسي منه حليمة ما بياخد كأس العالم، زيدي ميسي بياخد كأس عالم. هل ميسي بحاجة لكأس العالم شخصيا ليثبت أنه الأفضل؟ لا. هل ميسي بده ياخذ كأس العالم؟ أكيد، لأنه الصحافة بدها تقارن، كل ناطرة تقارن وتقول إذا ميسي خرج من هذا المونديال حتطلع الصحافة تكتب مارادونا فاز بالمونديال،
ميسي لم يفز بالمونديال، مارادونا الأفضل. هذه مقارنة بعتقد ظالمة لميسي، لأنه إذا نروح على أرقامه مع برشلونة وأرقامه مع باريس سان جيرمان وأرقامه بالدوري الإسباني وبدوري أبطال أوروبا وعدد الكرات الذهبية اللي حصل عليها كأفضل لاعب بالعالم بسبع كرات ذهبية، بعتقد أنه كأس العالم إن أتى ولا لم يأتي لن يشكل إضافة لميسي على الصعيد الفردي، ولكنه سيشكل إضافة لأمة الأرجنتين التي تنتظر كأس العالم. نعم مازن، بالأمس كان في مباراة تاريخية صنفت من قبل المراقبين الرياضيين والجماهير العربية اللي احتفلوا بفوز المغرب الملقبين بأسود الأطلس على المنتخب الإسباني، قدروا يصمدوا حتى دقيقة تجاوزوا 120 دقيقة من اللعب، وبركلات الترجيح قدروا انه يفوزوا بثلاث ركلات ترجيح بوقت انه اسبانيا لم تستطع الا يعني كان الحارس المرمى المغربي هو من سلطت عليه الاضواء اللي هو ياسين بونو، وكان هو البطل في هذه المباراة. قبل ما أكمل معك بدي شاهد أنا وياك تقرير كاميرا الجديد كانت موجودة بالدوحة مساء أمس وتحديدا بسوق واقف وبالمحيط، رصدنا كيف كانت أجواء الاحتفالات للجمهور المغربي والجمهور العربي، كيف كانت آرائهم. رح نحضر هذا التقرير، وبعد هذا التقرير ستنضم إلينا من قطر الصحفية هبة مبارك الصحفية الرياضية لنناقش فوز المغرب وما هي احتمالات فوزه الربع النهائي بهذا بعد هذا التقرير. السلام عليكم. المغرب دائما المغرب المغرب المغرب، ان شاء الله الانتصار لكل العرب. تحيا المغرب. المغرب فرحتنا كلنا الحمد لله، فازت على اسبانيا شيء غير متوقع، ولكن ان شاء الله نوصل لنصف النهائي باذن الله. والله فرحانين، يعني فرحتنا مش متخيله، يعني مش ما كناش متوقعين بصراحه الانجاز. وديما المغرب مبروك التاهل لجميع الامه العربيه، وان شاء الله نروح للسيمي فاينال. تحياتي ديما المغرب، ان شاء الله كنا رافعين راسنا. وثانك يو للاسود الاطلس الله يحفظهم. شكرا لهم بزاف، وكانت مقابله مزيانه وتبارك الله عليهم. يعني شفنا بالزغاريد كان عم بتم الاحتفال بفوز المغرب، انبسطت بفوز المغرب؟ بطبيعة الحال، خاصة لما كنت هونيك عم بتشوف الجماهير المغربية متميزة، خاصة من بداية هذا المونديال بتواجدها بعدد كبير من المناطق، دائما بكل الاحتفالات بكل يعني خليني أقول الفعاليات اللي عم بتصير بقطر، الجمهور المغربي الجمهور التونسي الجماهير العربية كان دائما، طبعا اللافت دائما هو وجود علم فلسطين مع الجماهير العربية وما تروح مع اللاعبين، حتى شفنا مبارح بعض يعني بالصورة التذكارية اللي كانوا عم يلتقطوها بعد النهائي. موجود دائما خاصة دول شمال أفريقيا دائما عندها هذا الارتباط العاطفي مع القضية الفلسطينية. المنتخب المغربي ليس مفاجئا ما فعله بالنظر إلى العناصر الموجودة. طبعا بدك تحكي لي إسبانيا بطلة العالم 2010 لديها عدد كبير من اللاعبين، لويس إنريكي وأسماء كبيرة موجودة يمكن معروفة بأنديتها، حقلك إيه نجح وليد الرجراجي وهو مدرب المنتخب المغربي بامتصاص كل هذه الفورة للويس إنريكي وجر المنتخب الإسباني إلى ركلات الترجيح. هو كان يريد أن يصل إلى هذا الموضوع، إنريكي لم يكن يريد أن يصل إلى ركلات الترجيح. هل لأنه الرجراجي كان واثق بياسين بونو؟
عندك وورد ياسين كان عنده إصابة بمباراته مع بلجيكا ولكن أصر أنه طبيعي. يتابع هذه المباراة يوم ياسين أمس ياسين بونو متابعي يعني مبارياته بالدوري الإسباني مع نادي إشبيليا بيعرف أنه حارس كبير حارس متألق يتصدى يعذب ريال مدريد وبرشلونة لما يكون عم بيلعب دوري الإسباني فبالتالي ليس مستغربا على ياسين بونو هذا الأداء الاتحاد المغربي لكرة القدم قام بتعيين وليد الرجراجي فقط قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم. كان كمان كان في مش يعني هون يعيدنا هذا الأمر بالذاكرة إلى تبدل المدربين اللي عانى منه المنتخب المغربي قبل المونديال. حتى عدد من اللاعبين كان رافض يجي يلعب مع المنتخب المغربي لما كان وحيد خليل وزيتش هو مدرب المنتخب. منهم حكيم زياش أحد نجوم المنتخب المغربي. رح نفوت بالتفاصيل ولكن خلينا نستقبل الصحفي الرياضي الأردني هبة المبارك مباشرة معنا من قطر. هبة أهلا وسهلا بك هنا بيروت في هذه الإطلالة معنا في هذه الحلقة الاستثنائية المخصصة لمونديال قطر وتحديدا يعني بحديثنا اليوم عن فوز المغرب التاريخي. لماذا يعتبر هذا الفوز تاريخي برأيك هبة؟ مساء الخير أولا عليك وعلى المشاهدين وأشرف أن يتواجد معكم في قناة الجديد. أهلا وسهلا. هذا الفوز فوز عربي تاريخي. ليش تاريخي؟ لأنه استثنائي. إحنا حاليا نشهد التاريخ في قطر في الدوحة. الانتصار والإنجاز هذا مش بس مغربي بل عربي إنه يوصل فريق عربي لأول مرة لدور ربع النهائي. طبعا لاحظنا امبارح الجماهير في الاستاد كان معظمها عربية مغربية أكثر من الإسبانية وانتقلت الاحتفالات من الملاعب للسوق واقف وجميع أنحاء قطر احتفالا بهذا الفوز ورح يضلوا يحتفلوا وهذا الشيء مستحق لأنه المنتخب المغربي قدم أداء استثنائي احترافي ومش صدفة. يعني كان شاهدنا أداء وعمل وثقة من اللاعبين وقوة بدنية كانت واضحة انعكست نتيجتها على المباراة. نعم، خلال 120 دقيقة قدر يصمد المنتخب المغربي وانتقلنا إلى ركلات الترجيح. لما بنحكي عن ركلات الترجيح يعني نحن نسلط الضوء على حراس المرمى وبالأمس نعم. ياسين بونو اللي كان هو حارس مرمى منتخب المغربي كانت الأنظار متوجهة عليه وكان البطل في هذه المباراة بعدما منع الإسبان من أن يهز شباكه. إلى هذه الدرجة اليوم فينا نقول ارتفعت أسهم ياسين بونو بعد هذه المباراة؟ كل لاعب من المنتخب المغربي رح يرتفع أسهمه أكثر بعد هذا المونديال. بونو ياسين بونو نعم قدم أداء رائع جدا وكان بطل لكن كل لعيبة المغرب كانوا في الدفاع عاملين كل واحد دوره كلهم أبطال صراحة. بونو استغل خبرته مع الدوري الإسباني يعني نحن نحكي عن حارس واجه كريستيانو ميسي تحمل الدكة صبر كان هو من القصص اللي أبرزت الفيفا وسلطت عليها الضوء بأنها هي قصص الملهمة سموه يعني هو لاعب أبدى قصة ملهمة لكل حراس العالم اللاعب الأفضل في الدوري الإسباني الموسم الماضي وهي أول جائزة تعطى لحارس عربي كان واثق الثقة اللي شفناها في لعبة المغرب إنه ما خافوا من الأسماء المتواجدة يعني المنتخب الإسباني بأسماء الكبيرة والنجوم ممكن يكون في هز الثقة مش هز الثقة يعني في توتر من اللاعبين أو المنتخبات يعني لكن لعبوا ند بند حتى كان في ركلات الترجيح مبتسم يعني حتى شفنا أشرف حكيمي لما كان عم بيتهيأ لتسديد ركلة الترجيح كان بارد الأعصاب كان وكأنه كان واثق من أنه سيصيب المرمى الإسباني ويسجل الهدف. ربما لو فرق أخرى خصوصا أنه الوقت كان ضيق وحساس يعني هي اللحظة يا أما بيتأهلوا يا أما بيخرجوا من هذا الدور شفنا هذه برودة الأعصاب ولكن نعم. بدي أسألك نعم تفضل هذا الدور هذه الثقة وهذا الصمود من المنتخب المغربي أمام المنتخب الإسباني كان أحد المنتخبات المرشحة بأنها تأخذ كأس العالم كله يعود إلى الشخصية القوية اللي فرضها المدرب المغربي وليد الرفراقي.
صاحب شخصية قوية، تكتيكي الفنيات والتكتيك اللي فرضها على المنتخب الإسباني في المباراة كانت واقعية، ما اندفع، قدر انه يعتمد على الدفاع ويفكك اي هجمة كانت لإسبانيا، الدفاع على طول يتخلص منها ويطلعها. حتى المراوغات، في لاعب مرابط لعب اداء رائع جدا، ممكن يفتح له هذا ابواب بعدين بعد هذا المونديال. نعم مراوغة ياسين بونو على المرمى، كان عم بيتحرك يمين يسار، عم بيشتت يمكن انتباه المسدد الإسباني يلي بده يشوط الكرة، كان عم بيتحرك بطريقة احترافية، وحتى انه هو اول حارس مرمى عربي يستطيع ان يرد اكثر من ركلة ترجيح، يعني هذا ما يميز ياسين بونو. ولكن سؤالي، بالأمس كان مباراة بين إسبانيا والمغرب، ولكن الجميع كان يتحدث عن القيمة التسويقية للاعبي المغرب، وتحديدا أشرف حكيمي لقيمة تسويقية بلغت أكثر من 100 مليون يورو. هل هذا الأمر يعزز من الثقة، يجعل من المباراة أصعب؟ يعني شو تأثير هذه القيمة التسويقية على المباراة؟ هلا مقارنة بالمنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني أكيد القيمة التسويقية تاعته أعلى. ما أتوقع إنه في أسماء من المنتخب المغربي بيحملوا قيمة تسويقية عالية، منهم زياش 40 مليون، حكيمي 70 مليون. في هم اللاعبين محترفين وأغلبهم كانوا مواليد برا وعارفين وفرضين بعقودهم أرقام أكيد عالية، لكن القيمة التسويقية ما كان لها دور بقدر ما هو كان في إحنا العرب، يعني أعتقد أو أظن إنه الوازع العاطفي القومي هو أكبر من أي قيمة تسويقية. إحنا شاهدنا إنه مثلاً حكيمي بعد كل مباراة بيتجه لوالدته يسلم عليها، المغاربة العرب، يعني هو بحس إنه القيمة العاطفية والانتمائية والقومية أكبر من إنه تكون قيمة تسويقية أو مادية. مازن، بدي أسألك نفس السؤال، هل تعتقد إنه في أهمية للقيمة التسويقية لما يكون في لاعب كان الأعلى بحسب المعلومات؟ ما بعرف إذا أشرف حكيمي بين اللاعبين بالملعب في إلى أهمية خلال المباراة هذا الأمر أو لا؟ لا أعتقد بأنه خاصة لما نحكي منتخب، لما نحكي أندية بقلك ممكن أكيد في لاعب ممكن يتفوق على لاعب أو القيمة التسويقية تلعب دور، لما عم نحكي منتخب صرنا عم نحكي انتماء، صرنا عم نحكي بمدى يعني محاولة صناعة التاريخ للبلد، خاصة لما تكوني مش المرشح على الفوز وتقدري أنك تصنعي من هذا اللي سموه هن امبارح معجزة، وكل هذه الأمور صناعة خلينا نقول هذا الحلم وتاريخ كتاب التاريخ كما قالت الضيف العزيزي، بأنه الموضوع ليس لا يتعلق بأموال أو أنت مع مين تلعب أو أنت بأي دوري، تعلق بالمغرب والعرب، والكل كان بالأمس كتلة واحدة خلف المنتخب المغربي، الاحتفالات اللي عمت الشوارع العربية بكافة الدول كانت عم بتقول أنه نحن بحاجة لهذا. ريت حدا على الفيسبوك كاتب يعني هذه الفرحة المجانية اللي قدمها بالأمس امبارح المنتخب المغربي إلى الشعب العربي، فرحة مجانية، بس روحوا فرحوا، منتخب المغرب صنع التاريخ ووصل إلى ربع نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي. نعم هبة، هل تتوقعين أن يفوز المغرب في مباراته المقبلة؟ نعم، هو نسبة 50% 50%. المنتخب البرتغالي كمان لا يستهان فيه، كان الكل يقول المنتخب البرتغالي هو كريستيانو رونالدو هو البرتغال، أثبت المباريات الماضية أنه كريستيانو دوره كان مش تأثير بقدر اللعيبة المتواجدين، جيل جديد صغير. البرتغال حاليا هي دولة ولادة للاعبين وتبيعهم، والأندية البرتغالية مستفيدة جدا من لاعبيتها البرتغاليين، بس يولدوا لعيبة شاطرين وعندهم مهارات وقوة بدنية وموهبة ويبيعوها. فالمنتخب البرتغالي في هذا المونديال يقدم مستوى كمان جيد. أتمنى من المنتخب المغربي إنه ياخذ، إنه إحنا دائما حسب الخبرة والمشاركات الماضية للمنتخبات العربية لما نبالغ أحيانا بالفرحة والثقة ويكثر
الصيت الإعلامي من نراهم في المباريات القادمة تقدم أداء غير المتوقع. هذا اللي صار ربما مع المنتخب السعودي عندما فاز على الأرجنتين. هذا ما حصل معه. هون اسمحي لي أسألك كسؤال أخير في هذه المشاركة لحضرتك معنا في هذه الحلقة، ما يميز هذا المونديال أنه كان في 4 فرق عربية مشاركة، اللي هي المنتخب المغربي، المنتخب التونسي، المنتخب السعودي والمنتخب القطري. المنتخب القطري لم يحالفه الحظ وأن يفوز يعني ويتأهل. التونسي أيضا يعني كان وضعه ربما أصعب من غيره. كان في عنا أمال كبيرة على المنتخب السعودي تحديدا بعد فوزه على الأرجنتين. هل هذه الأمال خابت لأنه كما ذكرتي أنه الإعلام كتير على من مستوى المنتخب ولا كيف؟ دائما اولا كان في فرصه للمنتخب السعودي انه يطلع من دور المجموعات، وحتى المنتخب التونسي قدم مباراه تاريخيه وعظيمه امام المنتخب الفرنسي اللي هو كان بطل العالم. دائما ترمى هذه النتائج احيانا الى الحظ، يقول العرب ما عندهم حظ، لكن في اسباب اكيد تكتيكيه، في ثقه، في عقليه للاعبين اللي كان لهم. يعني مثلا لعيبه المنتخب المغربي عندهم ممكن الاحتراف والعقلية اللي خالطت العقلية العربية مع الأوروبية، كان في إلها طموح، حلم، ثقة أكثر. المنتخب السعودي ممكن مثلا المشاركة الجاي أنا أتوقع أن يؤدي أفضل من النسخة الماضية. إحنا صحيح طلعوا معظم المنتخبات العربية من دور المجموعات، لكن أتوقع لهم مشاركات لأنه خلاص رفعنا سقف الطموح. المنتخب المغربي وصلنا لمرحلة أنه صرنا إحنا كعرب نطالب أنه نوصل لمراحل أعلى وأعلى، وليش لا، بلشنا أعطانا فرصة أنه نحن أنه منتخب عربي ياخذ كأس العالم. صرنا عندنا أمل أنه ليش لا، لماذا لا نحصل على كأس مستويات يعني عالية. مستويات عالية نعم. كمان ما ننسى أنه المنتخب السعودي قدم مباراة جيدة أمام بولندا، لكن في النهاية هناك العامل الخبرة، الثقة، والضغط النفسي اللي ممكن يتركه الإعلام على اللعيبة اللي ما عندهم خبرة في المحافل العالمية. نعم. الكبيرة. مثلا بدي أشكرك صحفية الرياضية هبة المبارك على مشاركتك معي مباشرة من قطر في هذه الحلقة من برنامج هنا. نعم. بيروت. أهلا وسهلا بك، شكرا لك يا هبة. بدي أنتقل معك مازن إلى مباراة أيضا بالأمس، كان في مباراة سويسرا والبرتغال. صحيح. شفنا يعني كريستيانو رونالدو على مقاعد الاحتياط، لم يكن ربما مسرور من وجوده على مقاعد الاحتياط، وبدأ هذا الأمر على ملامح وجهه عندما كانت عدسات الكاميرا تتجه إليه، ولكن الجمهور كل الوقت كان لا ينادي سوى بكريستيانو. صحيح. ولكن بلا كريستيانو نجح المنتخب البرتغالي بأنه يسجل 6 أهداف بمرمى سويسرا. هل كان عائق يعني بالمباريات السابقة كريستيانو رونالدو أمام زملائه بالمنتخب لتسجيل المزيد من الأهداف ولا كيف؟ شوفي، قبل هيدي المباراة كانت عم بقرأ عدد كبير من الصحف كاتبة أنه عندما لا يلعب كريستيانو يمكن الوضع أفضل بيكون. حتى بمانشستر يونايتد قبل ما يصير الخلاف الأخير كان المباريات اللي ما يلعبها كريستيانو يؤدي فيها مانشستر يونايتد أحسن من لما يلعب كريستيانو، وكأنه كان عم بيكون عائق على الفريق. على العموم أحد الصحف البرتغالية وضعت استفتاء للجمهور قبل هذه المباراة، هل تفضل أن يبدأ رونالدو أساسيا أم لا؟ نسبة لا تغطت 70% عن النعم. واللافت أنه المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس قام بوضع كريستيانو على مقاعد البدلاء قبل بداية هذه المباراة. ما في لك جازف، لأنه إذا بتطلع بالسكواد أو تشكيلة منتخب البرتغال لديها عدد كبير من اللاعبين، بسمي لك يعني 4-5 لاعبين من برونو فرنانديز إلى جواو فيليكس إلى ويليام كارفاليو إلى حتى غونسالو راموس يلي لعب مكان كريستيانو بالأمس،
سجل 3 أهداف، فبالتالي عندهم كتيبة كبيرة من اللاعبين. حتى أكبر لاعب بالمنتخب بيبي سجل بالأمس هدف. 39 سنة بيبي قدر يسجل. هون بنرجع لموضوع العمر، يعني البعض يقول أنه لا يجب أن يكون في المنتخبات لاعبين كبار في السن، وهذا ما يشار إليه عندما يقال أنه كريستيانو رونالدو انتهى فنيا. هل توافق على هذا الأمر؟ لا، غير صحيح. شوفي لما نزل كريستيانو رونالدو بالمباراة أكثر من فرصة حاول، يمكن كان في عدد من الفرص كانوا تسجل، ولكن تسلل هدف تسلل، أهداف تسلل، ولكن حركية كان بحاجة ل يمكن لهيدي الجلوس على مقاعد البدلاء بالمباراة، كان بحاجة لها. يمكن وجوده على مقاعد البدلاء بخليه يقرأ المباراة بشكل أفضل، يستخدم خبرته لما ينزل بالشوط الثاني، بيعرف وين نقاط ضعف الدفاع تبع الخصم، بيعرف وين يتمركز أكثر، بدل ما يبلش أساسي يمكن تكون عامل إيجابي. وهلأ اليوم مبلش أساسي ولا لا، في لعيبة عم تلعب، في لعيبة عم تسجل. مبارح فرجة كشر عن أنيابه إذا صح التعبير المجازي، المنتخب البرتغالي قدام سويسرا، بعد كان متوقع أن البرتغال حتخسر مبارح، المنتخب السويسري حيفوز. فرجة هذا الأداء قتل المنتخب السويسري رياضيا طبعا بكرة القدم، وقدر أنه يفوز، أعطى دفعة معنوية كبيرة جديدة وحلم للبرتغاليين بالوصول إلى نهائي كأس العالم. وهون بدينا نحكي بعدين أنه يمكن يلتقوا برتغال أرجنتين، إذا وصل هذا الفينال بيكون فينال ختام مسيرة وختام حقبة كاملة يتوج بنهائي كأس العالم. أصلاً هم حلمون يتواجهوا بالنهائي، إلا أني أراه بعيداً يعني هذا الأمر، ولكن رح نحكي بعد شوية عن التوقعات بعد ما نشوف الجدول كيف رح تصير المباريات. بس كريستيانو عشان زميلتنا فينوس فرحات زعلت ليش حكينا على ميسي وما حكينا على كريستيانو بالمنيح. فما نحكي على المنيح، أقول انتظروا من كريستيانو رونالدو الأداء بالمباراة الجاي برأيي، خاصة لما يبلش يشوف في منافسة له على أرض الملعب. ما حنشوفه على الاحتياط بالمباريات، ما في أكد لك، يمكن يكون يعتمد هذا الأسلوب المدرب أنه نجح فيه، ما يبلش بكريستيانو يقحمه بالشوط الثاني، يمكن يكون هذا الأسلوب اللي حيعتمده من هلأ ورايح المدرب فرناندو سانتوس. ما بعرف إذا زميلي ليال التيماني صارت جاهزة معنا، خلينا ننتقل لعندها عبر زوم، رح تنضم لإلنا الصحفية الرياضية ليال التيماني. ليال أهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، مساء الخير. ليال، يعني كنت بقطر غطيت جزء وراجعة على قطر لتغطي باقي مباريات كأس العالم. خبريني، امبارح كنت غايبة عن مباراة، ما كنت بقطر، من بيروت كنت عم بتابع مباراة البرتغال وسويسرا، توقعتي هذا الفوز الساحق للبرتغال على سويسرا؟ توقعت الفوز، بس هذا الفوز بست أهداف طبعا ما توقعته، خصوصا أنه منذ بداية كأس العالم وحتى قبله كان في كتير شك بمنتخب البرتغال، تحديدا مع المدرب سانتوس. نحن نعرف أنه البرتغال بيمتلك نجوم كتار ولاعبين مميزين وصغار بالسن بالإضافة لكريستيانو رونالدو، ولكن ما توقعنا أبدا هالأداء يوم أمس، خصوصا أنه كريستيانو رونالدو كان على دكة البدلاء. تفاجأنا طبعا، وسويسرا حتى يعني أدائها كان لم يكن كما هو كان متوقع منذ قبل، وبالتالي تفاجأنا، واليوم أصبحت البرتغال من أبرز المنافسين على اللقب، تحديدا بعد ظهور نجم جديد غونسالو راموس. الاسم مشان لفظ بين الزين والسين، لانه قبل الهواء مازن قال لي مش غونسالو. طيب، هل بما انه عم نحكي عن راموس، هل تعتقدي انه يعني عندما ادخل راموس الى الملعب كان هو بديل كريستيانو بالهجوم، وقدر سجل اول هاتريك بالمونديال، 3 أهداف بشباك سويسرا، هذا الشاب، هذا اللاعب هو عمره 21 سنة، هل ممكن نشوفه بديل عن كريستيانو رونالدو بالمباريات المقبلة وليس فقط في المونديال، حتى لاحقا مع المنتخب البرتغالي؟ بما لا شك فيه أنه هيدا المونديال يعتبر المونديال النهائي لكريستيانو رونالدو، يعني أمر صعب جدا أن نرجع نشوفه بالمونديال المقبل، ولكن أن يكون بديل لكريستيانو بإمكانه هذا الشيء، ويعني يوم أمس أكد أنه هو بإمكانه أن يكون بديل لرونالدو اللي عم يمر بفترة صعبة جدا. كلنا بنعرف رونالدو النجم العالم الكبير، وورق فترة كبيرة كان فيها رقم واحد وما زال من الصف الأول طبعا، ولكن اليوم كريستيانو رونالدو بعد مشاكل مر فيها مع مانشستر يونايتد، واليوم من وضعه كتير منيح بالمنتخب، بنعرف أدائه متراجع، حتى تقييمه خلال كأس العالم كريت بكل المباراة عم بيكون متراجع، عم بيكون الأفضل، لذلك
من الطبيعي والبديهي انه يكون في لاعب افضل منه بالفريق ليكون اساسي، وبالنهايه المدرب يريد تحقيق الكاس ويريد ان يكون الفريق ذات قوه، وما بده يعني يحط رونالدو لانه فقط رونالدو. لذلك جونزالو نعم قد يكون بديل رونالدو، ولكن بنفس الوقت ممكن يكون زميل له، اي ممكن يبدا مباراته سانتوس الى يعني رونالدو في يكون موجود بالاضافه الى جونزالو راموس، يعني يكون هو راس حربه، لانه هذا هو هيك بيلعب تحديدا بنادي بنفيكا اللي رفض بيعه منذ فتره لانه عارف انه عنده نجم للمستقبل. بتعتقدي يعني بعد هذا الكلام انه كريستيانو رونالدو انتهى فنيا؟ يعني غير انه كبر في العمر، غير المشاكل يلي عم بيواجهها، ان كان بعد فض العقد بينه وبين مانشستر يونايتد وتصريحه لبيرس مورغان بمقابلته الشهيره، والضغوط العائليه ايضا اللي كانت عم بيواجهها سابقا، اليوم كلاعب كره قدم هل انتهى فنيا؟ هذا سؤال كنت سالته لمازن منذ قليل. يعني كلمة انتهى يعني تستعمل كثيرا او تحديدا الجمهور يستعملونها، ولكن نحن يعني بالصحافة انا لا افضل استعمالها. لا، ما في شيء انتهى، في انه قدم كل ما يملكه، وصل لمرحلة تراجع مستواه، هذا امر طبيعي نسبة لعمره. طبعا تراجع كريستيانو رونالدو اليوم، حتى ميسي عم نشوف انه عم بيقدم اداء رائع، ولكن لم يعد ميسي اللي كان عمره 20 سنة، هذا شيء طبيعي جدا. ولكن رونالدو المشاكل اللي مرت عليه اثرت جدا فيه، وبعتقد انه اليوم اذا حقق كأس العالم و يعني قصدي يعني فترته بكرة القدم، يعني ما بعتقد انه حيكمل لمدة طويلة جدا، ممكن يعني نشوفه بعد سنة سنتين ويعتزل، ممكن يكمل اكثر، ولكن انه انتهى طبعا لا، رونالدو قادر يقدم كثير، خصوصا خاصة لما يكون بالمجموعة بيأثر كثير على ارض الملعب. هو قال يعني هو قال انه بحال فاز بكأس العالم سيعتزل كرة القدم، لانه هذا اقصى طموح ربما، يعني بعد بس عنده يحقق كأس العالم ان يفوز باللقب كريستيانو رونالدو. طيب بدي اسالك، من تتوقعين؟ انا بعرف انه انت كنت كمان مثل مازن بتشجعي المنتخب الالماني، ولكن اليوم الالمان خرجوا من الدور الاول، اليوم في بتميلي لمنتخب معين، بتحسي انه هذا المنتخب لديه الأفضلية إن كان فنيا أو حتى يعني بكل الصفات التي يتمتع بها بأن يكون هو من سيحرز لقب بطل كأس العالم بمونديال 2022؟ يعني هون بدي اسرع، صار عندي صراحه توقعين، يعني التوقع الاول لما كنت يعني بقطر عم نشوف الجماهير متواجده بكثره تحديدا الجماهير البرازيليه والارجنتينيه، ولكن وجود الجمهور الارجنتيني تحديدا بتقول انه هن خلص حيربحوا كاس العالم وحيجيبوا له لميسي ويقولوا له خذه، يعني لهالدرجه هن واثقين من فريقهم. وبالتالي انا قبل ما بلش كاس العالم قلت انه الارجنتين قادرة أن تحقق، نظرا لأنه عم يتطوروا تدريجيا، شفنا المباراة الأولى كانت كارثية، ولكن ما بعدين عم نشوف في تحسن، في لعب، في لعب مجموعة لكرمال ميسي أو هني أيضا للأرجنتين اللي عم تمر بأوضاع اقتصادية صعبة جدا، وبالتالي بعدنا عند أنه الأرجنتين ممكن توصل للنهائي، ولكن عم نشوف البرازيل مخيفين وأدائهم جدا مميز مع نجوم عديدين، وفرنسا طبعا اللي حتواجه إنجلترا، يعني توقعات اليوم كتير أصبحت صعبة، ولكن بتوقع ممكن يكون نهائي أرجنتين فرنسا. ممكن يعني أنا من جهتي بتمنى توصل البرازيل للنهائي، بركي يكونوا برازيل أرجنتين ما بيلتقوا بالنهائي، بيلعبوا بالنص نهائي. في صح، في عندهم ماتش، هلا بنشوف الجدول على كل الاحوال كيف راح يلعبوا. ليالي تيماني، انا بدي اشكرك الصحفيه الرياضيه على هذه المشاركه معنا في برنامج هنا بيروت، شكرا جزيلا لك. خلينا نشوف الجدول انا وياك مازن، هيك ما بغلبت انا. قبل ما نشوف الجدول بس بدي اقول شغله، تفضل، لانه هيدي لفتت لي نظري وهلا بدي احكي عنها. بلبنان الجماهير بتقول لك انا بشجع، انا برازيلي وانا الماني وانا اسباني وانا هيدا، وبعد المباريات خصوصا اذا في خساره شوف حالات يعني ممكن حزن زياده عن اللزوم، وكاننا ملوك اكثر من الملك. انا بدي اعطيك بس صوره من ملعب البيت محل ما كان في مباراه المانيا وكوستاريكا بعد نهايه المباراه، وتم تاكيد انه المانيا خارج المونديال. الجمهور الالماني، الالماني عم بحكي، الالمان اللي جايين من المانيا خارجين من الملعب، ما في تأثر، ما بتسمين، مكملين حياتهم،
بيجي على لبنان بشوف رفقاتي اللي بشجعوا الماني تعيسين. لا بس الالماني نحن شعوب تتاثر اكثر من غيرنا. ما تكون هيك لانه نحن منتخبنا ما بيشارك. اذا بخبرك شو صار فيي انا من مونديال منتخبنا من لبنان لما بتخسر البرازيل شو بتقول؟ هيك لانه منتخبنا اللبناني ما بيشارك بكاس العالم. فنحن دائما مش عامل لك ما تبطل يعني ما بطل شجع لا بس ما تكون ملك اكثر من يعني ما تكون ملكين اكثر من ملك. قصه ملك اكثر هلا يمكن يعني في البعض توصل انه بمشاكل وتنحرات بين العالم وهيدا اللي ما بنتمنى انه يصير وخصوصا لا الالماني حيقول لك تعال حبيبي خد الجنسيه ولا البرازيل حيعيط سياره بعد كل ماتش يعني شفنا بعد ما خسروا المانيا شعلوا البرازيل النار توصل لهيدي الامور الازعاج طبعا هذا الامر لا نشجع عليه. بدي اشوف انا وياك الجدول شو صار فيكي بس خسروا مع الكاميرون ما تخليني احكي. خلينا نشوف هيدا الجدول يلي عم نشوف فيه كيف يعني في عنا مباراة الجمعة البرازيل وكرواتيا وفي عنا هاي بالربع نهائي عنا ارجنتين وهولندا. قلت لي انه صعب نحسم بين الارجنتين وهولندا مين ممكن يتأهل ولكن احتمال انه يلتقى البرازيل والارجنتين هي بالنصف نهائي وليس بالنهائيات. و إذا التقوا بالنصف نهائي برازيل وأرجنتين من تتوقع أن يفوز إلى المرحلة الأخيرة؟ توقعي؟ أنا بحال أنا أتمنى أن المنتخب الأرجنتيني يتخطى الهولندي ما يعذرون جماهير هولندا طبعا الكتار لشوف نصف نهائي أمريكي جنوبي خالص بين الأرجنتين وبين البرازيل. أعتقد يعني توقعي أن البرازيل فنيا تقطط عن الأرجنتين توصل للمباراة النهائية. هيدا توقع على ما نشوف النتائج ممكن تنعكس بشكل تاني على أرض الملعب. نشوف هولندا عم بتفوز كرواتيا عم بتفوز نلاقي نص نهائي كرواتيا هولندا عكس لا أرجنتين ولا برازيل عكس كل التوقعات. هيدا الشيء موجود كمان يعني فما فينا ننكر هيدا الموضوع. أعتقد أنه طريق البرازيل برأيي أنا حسب ما عم شوف البرازيل أقرب إلى الوصول إلى المباراة النهائية. مباراة نهائية حكاية تانية خصوصا إذا كان هلا نشوف إذا لنحط احتمالات مين ممكن يوصل. خلينا نرجع نشوف الجدول لنشوف إذا هولندا والبرازيل مين بتتوقع؟ ما بعرف ليش أنا مستبعد كرواتيا وممكن تصدمنا كرواتيا وتفوز ما بعرف. أعتقد بأنه طريق البرازيل للنهائي مين ما واجهت بنصف النهائي ستصل إليه. شوفي حليمة إذا لم تتأهل البرازيل بهذا المنتخب إلى النهائي ما بعرف أي منتخب بده يروح على النهائي. اوكي طيب بالمجموعات الاخرى في عنا انجلترا وفرنسا. فرنسا التي يعني تحارب لعنة البطل. كان منذ بدء هذا المونديال يقال انه بما انه فرنسا هي حائزة على اللقب بال2018 قد تخسر وتخرج من دوري المجموعات لانه هيك عادة وهيك صار معها سابقا من بعد 2002 كل منتخب بيحرز كأس العالم بيظهر من الدور الاول بالبطولة اللي تليها. عملتها إيطاليا عملتها إسبانيا عملتها ألمانيا لما أجا دور فرنسا قالت لهم لا مكفية ويبدو رايحة على النهائي كمان. تتوقع خلينا نرجع نشوف الجدول لنشوف هي وإنجلترا بتتوقع تفوز على إنجلترا فرنسا. شوف المنتخب الإنجليزي منتخب عنده كمية عناصر ولاعبين من طراز عالي جدا قادرين يحسموا أي مباراة بأي لحظة كتير. حظهم العاثر أنه وقعوا قدام فرنسا. هلأ فرنسا بالمباراة الأخيرة بنجومها بطريقة إدارتها لكل مباراة بمباراتها تمتلك علو كعب على إنجلترا. لهيك أنا بشوف أنه فرنسا ممكن تكون بنص النهائي وإنجلترا تودع. طبعا هيدا كله رهن توقعات. بكرة بتشوفي المباراة حلقة مباراة مختلفة تم تدربها ملي أشواط إضافية وحتى يمكن ركلات الترجيح. صحيح. بحال وصلنا إلى ركلات الترجيح من ترى أنه الأقوى المنتخب الفرنسي. طيب فرنسي. في عنا كمان ايضا بالربع مغرب بورتغال. مغرب بورتغال مغرب امبارح شفناهم يعني كان اسبانيا بورتغال قالت للمغرب لا. طيب بس المغرب كان امبارح يعني الاستحواذ كان اكثر مع اسبانيا. المغرب كان اكثر على الدفاع وجرب قد ما في هيدي خطه الرجراجي مثل ما قلت انه يوصلون الى ركلات الترجيح. اذا وصلنا بورتغال ومغرب الى ركلات الترجيح معقول يحسمها ياسين بونو؟ الثقة العالية اللي صارت عند الحارس وعند المنتخب المغربي ما فينا نستهين فيها خصوصا لما نوصل لمراحل أدوار الإقصائية. اليوم أنت ضد إسبانيا ما سجلوا ولا بنالتي الإسبان فأنت عندك يمكن المستوى المعنويات عالي جدا. قدام البرتغال إذا وصلوا أعتقد بأنه كمان
ماتش البرتغال ما في ديره مثل ما دار ماتش اسبانيا. في اختلافات عند المنتخب البرتغالي غير المنتخب الاسباني. ممكن القوه الهجوميه عند المنتخب البرتغالي اقوى بكثير من اسبانيا. اسبانيا عم بتعاني بمركز كمان مين المهاجم تبعها. الفارو موراتا منه خليفه فرناندو توريس، منه خليفه ديفيد فيا، هول النصين اللي كانوا يسجلوا اهداف مثل ما بيقولوا من انصاف الفرص. اليوم البرتغال عندها كم لاعب بيسجل؟ امبارح شفتي عدد كبير من اللاعبين قادرين يسجلوا اهداف، وبالتالي اذا بده يبقى عم بيدافع طول الوقت وليد الركراكي رح يعاني، مش حيصير فيه مثل ما صار مثل اسبانيا، حيصمدوا قدام الهجمات يمكن الخفيفه للمنتخب الاسباني او منا بالقوه اللي حتكون قدام المنتخب البرتغالي، وبالتالي عليها ان يغير الخطه اساسا. استبعد الوصول الى ركلات ترجيح في هذه المباراه. تتوقع فوز على امل يعني انه المنتخب المغربي يستمر بمسلسل مفاجاته وهذه الهدايا المجانيه المفرحه للشعب العربي. هناك من توقع يعني بعيدا عن الرياضه عم اطشك، ولكن هناك من توقع انه يوصل منتخب عربي الى النصف نهائي. رح نتامل بهذا التوقع بعيدا عن هذا الموضوع، لكن يعني المنتخب المغربي بيكون بتاهله الى نصف النهائي كسر كثير امور. اول منتخب عربي يصل الى نصف النهائي، اول منتخب عربي سيلعب مباراه تحديد المركز الثالث، اول منتخب عربي يعني حطي اول منتخب عربي بكل الارقام صار. ويمكن يكون هو اول من يقضي، اول منتخب عربي يقضي على حلم كريستيانو رونالدو بحصول على كاس العالم. ما فكرتي فيها انت كمان؟ ممكن يكون هيك كمان الامور، لكن على الورق نرجع على الورق دائما، نرجع نحكي بعقلانيه، بننطر المباراه. المباراه مجنونه اكيد حتكون، ولكن نحكي بعقلانيه. المنتخب البرتغالي لديه حظوظ، ليش؟ لانه الاداء اللي قدمه بالمباراه الاخيره قدام سويسرا خلينا نحكي هيك. يمكن لو بعده البرتغال اللي شفناه بادوار المجموعات بقول لك 50-50 وطابش شوي للمغرب، بس بعد اللي شفته بالمباراه الاخيره قدام سويسرا يمكن الامور صارت اصعب شوي. هل استيقظ المنتخب المغربي، عفوا المنتخب البرتغالي؟ كان في حدا كاتب انه عنده لاعبين بيجيبوا كاس العالم هم قاعدين بالبيت، صحيح منتخب البرتغال. هل وجد التوليفة فرناندو سانتوس؟ هل اجلاس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء اللي البعض اعتبره امر سلبي سيكون امر ايجابي، وبهذه الطريقه ستعبد الطريق للنهائي ويحرز كاس العالم؟ طيب خلينا نرجع نشوف الجدول لنشوف اذا فازت البرتغال على المغرب وفازت فرنسا على انجلترا. يعني بدنا نشوف فرنسا والبرتغال، هذا احتمال من الاحتمالات. 2016 طيب. اللي فازوا فيه البرتغال بوقتها. طيب هلا مين ممكن يفوز، البرتغال ولا فرنسا اذا تواجهوا ب مواجهه صعبه التوقع؟ اذا برجع بقول لك، اذا عم نحكم على البرتغال اللي شفناه امبارح اي فريق بده يعاني معه، ولكن الفرنساويه متمرسين متمكنين. اي مباراه ما بيلعبوا تحت ضغط لو شو ما كان اسم المباراه، هيدا متسلحين هن بعامل خبرتهم بهذه البطوله، البرتغاليه متسلحين بعامل السلاح الهجومي بهذه البطوله. اعتقد اذا شاهدنا نهائي بحجم فرنسا البرتغال كمان نصف نهائي عفوا بحجم فرنسا البرتغال، من الصعب التوقع. انا شخصيا مرشح من بدايه البطوله فرنسا برازيل الى الفينال. هل ستصدق هذه التوقعات؟ ما بنعرف، ولكن ليش ما بنشوف فرنسا مغرب مثلا نصف نهائي؟ وقيسي كل العناوين الرياضيه والسياسيه على هذه المباراه. تونس قدرت تربح على فرنسا، معقول المغرب اذا وصلوا مغرب وفرنسا نشوف مغرب بالنهائيات بوجه البرازيل مثلا؟ هيدا حلم، ما بدي روح كثير بالاحلام لما نصير عم نحكي بعالم ثاني غير عالم نحن فيه، ولكن هيدا كاس العالم، هول المنتخبات اللي وصلوا. الشيء اللي بدي اقوله، المنتخبات الثمانيه اللي وصلوا للربع نهائي يستحقون الوصول الى ربع النهائي، ما في منتخب انظلم وما وصل للربع النهائي. هدول المنتخبات اليوم بيمثلوا افضل 8 منتخبات بالعالم، فليتباروا لنرى من سيتوج في الاخير. هل سيكون سادس للبرازيل، ثالث للارجنتين، ثالث لفرنسا، ام لقب ثاني لانجلترا تاخر، او شوف اول للمغرب؟ ان شاء الله يكون اول. طيب على صعيد المنافسه، هل بتشوف انه يعني هيدي النسخه افضل من نسخه 2018؟ بكثير، ما افضل من نسخه 2018 بكثير، على صعيد نتائج المفاجاه، على صعيد الفوتبول اللي عم نشوفه، على صعيد البطوله ككل اوفر اول، يعني عم نحكي التنظيمي بقطر، اكيد افضل من 2018. 2018 كان فيها كمان المنتخب الايطالي مكان، المنتخب الهولندي مكان، المنتخب الالماني ظهر من الدور الاول، بلجيكا اقصت البرازيل باكرا، وبالتالي غابوا المنتخبات الكبيره، وصلنا لنهائي فرنسا كرواتيا. اتمنى انه هذا النهائي يكون نهائي بحجم مباراه كاس عالم،
يمتد إلى أشواط إضافية وإلى ركلات الترجيح وأن يكون فيه سسبنس ودراما، يعطي مونديال 2022 أجمل نهائي وأجمل نهاية كما كان أجمل بداية. بآخر سؤال، دائما بكل مونديال بيكون في لحظات تاريخية، تقدر هيك تختصر لنا أبرز اللحظات التاريخية وحتى أهم الأهداف اللي سجلت في هذا المونديال حتى الساعة؟ هيك باللحظات التاريخية خليني أقول لك، بلش لك بفوز السعودية على الأرجنتين، زي تصدر كل اللحظات، هو أفضل لحظة حتى الآن. ما بعرف شو هيطلع لنا هلا بعدين، لأنه المغرب ما زال وقادر يصنع المفاجآت. فوز المنتخب السعودي مثل ما ذكرنا على المنتخب الأرجنتيني، فوز المنتخب الياباني على المنتخب الألماني بالبداية والبعض اعتبرها كبوي، لكن المنتخب الياباني شفنا كيف خرج بصعوبة قدام منتخب كرواتيا بركلات الترجيح. يعني طبعا غونسالو راموس أول من سجل ثلاثية بهذا المونديال، تأخرت الهاتريكات للأدوار الإقصائية. فوز المنتخب أيضا المغربي على المنتخب البلجيكي بداية، ومن ثم الفوز على إسبانيا اللي أصبح بيوازي فوز السعودية على الأرجنتين. هاي أبرز اللحظات. ربما سنشاهد ما تبقى مباراة أهداف ليونيل ميسي طبعا التي انفرد بها، سالم الدوسري من المنتخب السعودي، رقصات المنتخب البرازيلي الأربعة قدام منتخب كوريا الجنوبية. في أيضا رقصة حكيمي، أشرف حكيمي، هي كان يرقصها هو سيرجيو راموس، صح، بباريس سان جيرمان كمان، وكأنه لأنه سيرجيو راموس لم يتم استدعاءه وكانوا كانت رسالة، يمكن بين الشخصين هني بيتحدثوا لأنه زملاء بفريق واحد. أنا أستغرب أشرف حكيمي كيف استغنى عنه نادي ريال مدريد عندما كان عندهم، وقبلوا أنه يستغنوا عنه هذا اللاعب الجوهرة يلي قصته وقصة أهله وقصة كفاح أكيد، صح، بتنعمل مسلسل درامي، وأنت عندك ألم بيكتب مسلسلات، فليش ما بتكتب هلأ مسلسل. ليش عم تشي أسرار أستاذ مازن نعيم الزميل في قناة الجديد والزميل الرياضي الصحفي الرياضي والمحلل في يعني، شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. أيضا الشكر موصول للصحفية الرياضية هبة المبارك والصحفية الرياضية ليال تيمانيا على مشاركتك كنتم معنا في هذه الحلقة أيضا عبر زوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. الحلقة انتهت، إلى اللقاء.